الأساتذة أو من الكليات. الهدف أيضا زي ما ذكرت من المعرض اللي هو نشر الكتاب داخل الجامعة للطلبة بأسعار في متناول الطلبة. الفعالية هذه السنة تأتي من ضمن فعاليات اختيار جامعة إمارة الشارقة عاصمة الكتاب 2019، فهذه طبعا تعتبر أحد الفعاليات اللي هي من ضمن الفعالية اللي على مستوى الإمارة. حقيقة نحن فخورين جدا بأن تكون مثل هذه الفعالية في جامعة الشارقة اللي من دورها تساهم في نشر الثقافة ونشر الكتاب ونشر المعلومة، وبالذات في الوسط اللي هو وسط الشباب ووسط الطالب الجامعي. طبعا بالأخص نحن معنا سيوة اللي هي طبعا كهرباء ومياه الشارقة، ومع معرض التراث أو مع التراث أيضا مشاركين في المعرض، بالإضافة إلى طبعا والأهم أو الأكبر اللي هو من داخل الجامعة، الأساتذة من داخل الجامعة، الكليات من داخل الجامعة، بعض المراكز من داخل الجامعة، بالذات مركز اللغة الإنجليزية متبرع بعدد كبير من الروايات وعدد كبير من الكتب. طبعا احنا هدفنا ايضا من المعرض هذا اللي هو جمع الكتب التي موجوده سواء عند الطلبه الذين انهوا دراستهم او سواء عند الاساتذه اللي لديهم كتب ممكن مطبوعات قديمه او كتب تجدد. فهذه هدفنا اللي هو جمع كل هذه الكتب واعاده بيعها للطلبه وعرضها للطلبه، وزي ما ذكرت في النهايه نشر ثقافه. احنا بالنسبه للمعرض الخيري بيع الكتب المستعمله بيكون ده السنه الرابعه له. في خلال كل سنه بيكون الاعلان عن المعرض نفسه، وبيتم استقبال الكتب من الطلاب والموظفين والاعضاء الهيئه التدريسيه والاداريه. بنستقبل الكتب في جميع المواضيع وجميع الاقسام. بيتم التاكد من حاله الكتب، استبعاد بعض الاوعيه الكتب الغير مناسبه للمحتوى الاكاديمي او المحتوى للطلاب، وبعد ذلك يتم تحديد اسعار الكتب وفق الاسعار الرمزيه نفسها، ويتم بيع الكتب نفسها للطلاب والموظفين والاعضاء الهيئه التدريسيه والاداريه تحت تنظيم عماده الخدمات الاكاديميه المسانده الدكتور حسين المهدي. ثم بعد ذلك يتم تحديد الجهات الخيريه التي تم استقبال الكتب، القيمه الماليه للكتب نفسها وفقا لاداره الجامعه. أنا استفدت، أخذت كتير كتب، مثلا كتاب الإسلامية اللي بنحتاجها بالصف، وأخذنا كتير كتب الإنجليزية عشان القراءة، وكان كله يعني سعر حلو، ويعني أخذنا كتير أشياء. يعني المعرض هو بيحصل مرة واحدة في السنة، وأغلب الطلبة بيكونوا طامحين إنه يشتروا من هالمعرض أكبر قدر من الكتب. يعني في تنوع في الكتب، في زخم في الكتب، يعني في المجالات العلمية الأدبية يعني والإنجليزية بالطبع. الأسعار رخيصة مقارنة بالمعارض الأخرى، يعني معرض الكتاب أو معرض أو أي معرض ثاني. إلى الطالبة موزة.